جاو 2025 الاغلبيه ديال الدراري مبحرين مع راسهم وفي راسهم ما يتعاود على هذا العام. هذا العام هذا اللي الوزاره صدمتنا بتنظيم السنه الدراسيه واللي ما عمره في تاريخ المغرب ما التلاميذ دوزوا الجهوي ورجعوا باش يدوزوا الفورو. اول عام اول برومو غادي تدوز هذا النظام، هذا النظام ديال انك تمشي تدوز الجهوي بكري وما عندكش فتره ديال الاستعداد الجهوي ولا فتره البريباراسيون وترجع تدوز الفورو ديال الدوره الثانيه. يعني التلاميذ هذا العام هذا غيتزيروا بزاف الوقت في الدوره الثانيه حيت ما غاديش يلقاو الوقت في مره فين انهم يوجدوا الجهوي. كما السنوات الماضيه كانوا التلاميذ حتى كيساليو الفروض وكيساليو الامتحانات وكيعطيو واحد الفتره ديال البريباراسيون الجهوي عاد كيمشيو يدوزوا الجهوي. هذا العام هذا غدوز الجهوي وسط الدوره الثانيه، ومور ما دوز الجهوي انت ملزم انك ترجع تكمل الفروض ديال الدوره الثانيه. فانا كان عندك الجهوي هذا العام هذا انا معاك سير ارتاح في الايام اللي بقات، ولكن بدا توجد الجهوي ديالك. كما هضرت لكم في الريل الاخير قلت لكم جوج حوايج خاصك توجدهم ضروري في الصيف حيت ما غاديش تلقى الوقت وسط العام الدراسي انك توجدهم. اول حاجه هو صوره يوسف كتكون عليها 4 نقاط نهار امتحان الجهوي، صعيب وسط السنه الدراسيه تلقى الوقت فين تحفظ صوره يوسف. ثاني حاجه انك تقرا الروايات، صعيب وسط العام الدراسي انك تقرا لابواط اميغفي ولا اونتيغون ولا ديرني جور دان كوندار. كل الوقت عندكم مزيرين مع الفروض ودابا الدوره الثانيه كما كتشوفوا غدوزوا الجهوي وسط الدوره الثانيه. فيستحسن ولو على الاقليه تقراوا اول وحده غدوزوا في الفرد الاول واللي هي لابواط اميغفي. وكنقولوا كي ديما تحضير بكري بالذهب من الشريط. دريس دوت كوم تهلاو فراسكم اخوتي.